في موضوع منفصل يواصل الاتحاد الوطني في موضوع يصل عفوا يواصل الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين حملة تبرعه لصالح صندوق التضامن الاجتماعي ومحاربة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والذي أعلن عنه رئيس الجمهورية سيد محمد ولي الشيخ الغزواني مؤخرا أعلن عن إنشائه. وقد وصل مبلغ التبرعات للفاعلين الاقتصاديين المنضوين تحت لواء الاتحاد اليوم 140 مليون و450 ألف أوقية جديدة. أتي هذا جهود الدولة في التصدي للوباء والتخفيف من آثاره الاقتصادية والاجتماعية على المواطن. ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع نستضيف لكم على بلاتو النشرة الضيف ضيفنا الكريم السيد محمد زين العابدين ولي الشيخ أحمد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين. ألو مرحبا بكم سيد رئيس. بداية ماذا عن أهداف هذه الحملة بالذات؟ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. في البداية شاكر التلفزة الوطنية على إتاحة الفرصة للتحدث عن الحملة حملة التبرع اللي اطلق الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين يوم أمس يوم الخميس. وفي البداية أشكر فخامة رئيس الجمهورية على هذه حزمة الإجراءات اللي أعلن عنها في خطابه الأخير واللي تمكن من أعلنها حزمة إجراءات دور تعاون في الإجراءات المتخذة في فيروس كورونا. ماذا عن أهداف الحملة؟ دقيقة بالنسبة لهذه الحزمة الإجراءات اللي أعلن فخامة الرئيس اللي منها يمس الطبقة الفقيرة واللي الدولة تعهدت بدفع مبلغ في صندوق التضامن اللي هو 25 مليار وطبعا أعلنها التزمت بإجراءات أخرى منها أعلنها إعفاء الجمرك عن بعض المواد وبالنسبة لهذه الإجراءات اللي اتخذت الدولة اللي نخرصوا من باب طبعا هو هذا صندوق التضامن فيه بعض الدول اللي عدلت صندوق تضامن بالنسبة للدول بعضها اللي يعود المصاريف كاملة اللي تتكلف في إطار التكاليف الغير مبرمجة اللي تعود تكلف في إطار التعبئة للآثار السلبية لآثار الفيروس كورونا عندها تعود كاملة واخذة من الصندوق. بالنسبة للدولة الحكومة الموريتانية وعلى لسان فخامة رئيس الجمهورية عدنوا حزمة إجراءات منها أعلنها تخفيف الضرائب لأنه نخرصوا ل 2019 هاي المواد اللي تم الإعفاء الجمركي عنها الألبان تم استيراد منها 2029 ألف طن اللي هي تقريبا تكلفة الجمارك حوالي مليار و500 والخضروات والفواكه يعني حجم الإعفاء الضريبي يعني كمبالغ هو هذه الحزمة الإجراءات اللي أعلنت عنها الحكومة. أنا هون اللي لاهن نقول أعلن بالنسبة للمبلغ اللي نعلن عنه اللي هي 25 مليار أنا التكلفة اللي لاهي تكون تعود متكلفة الدولة في دي الإجراءات لاهي تعود تراوح 80 مليار 85 يعني مليار يعني يقير بعض من الدول يعلنها والمبلغ يديره في الصندوق التضامن كامل من بعد ذاك التكاليف كاملة اللي لاهي تكلف تعود تأخذ يعني الدولة الآن تسقط تكلفة 80 مليار تقريبا من الضرائب إلين يخرص حد التكلفة يلحقها حوالي 85 مليار من الضرائب اللي شوف الخضروات عندنا منها السنة الماضية جات منها 165 ألف طن تقريبا تكلفة ديوانتها 5 مليارات ونص والقمح كان الاستيراد منه 634 ألف طن حوالي 3 مليارات هي تكلفة الجمارك الزيوت 175 ألف طن حوالي 5 مليارات
هم هذا يندير معاه تحمل الفواتير الكهرباء وندير معاه تحمل الدولة على المواطنين في القرى تكاليف المياه تحمل الدولة. ثانيا فيه مبلغ 75 مليون دولار لا يتعود للمؤسسات الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هذه لين نجمعوا المبالغ كلها وتعود هاي التكاليف نلحقوا الدولة تقريبا على انها ساهمت في الصندوق التضامن بحوالي 85 مليار لو نسأل عن ما مستوى تعبئة الفاعلين الاقتصاديين المساهمة في هذا الصندوق. احنا بالحقيقة بالنسبة الواجب استجابة لواجبنا الديني والوطني ومواكبة النداء فخامة رئيس الجمهورية وتجسيد مولي المسؤوليات الاجتماعية للشركات الخاصة والفاعلين الاقتصاديين في مواجهة الآثار المترتبة على فيروس كورونا والاستجابة كانت استجابة نوعية وفورية لأنه احنا اطلقنا الحملة التبرع يوم الخميس بعد خطاب فخامة رئيس الجمهورية وأمس وحده كانت فيه حصيلة 942 مليون قديمة يعني حوالي مليار واليوم كان فيه حوالي 500 نصف مليار لأنه اليوم كيف تعرف يوم الجمعة ووقته ضيق كان ومستوى التعبئة لأنه مستوى لباس به وأنا هون أشكر أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للي كان الفاعلين الاقتصاديين وللشركات اللي استجابوا استجابة فورية وبدوا يدفعوا تبرعات. كم تتوقعون أن تصل التبرعات مستقبلا بالنسبة للمتبرعين من ضمن الاتحاد؟ شوف ما نقد نحدد يا قد نعرف لأن ما شاء الله أن هذه الاستجابة الفورية اللي خلقت من نهار يوم الخميس ويوم الجمعة اليوم احنا واصلين المليار و500 يعني نعرف علينا واحنا الحملة طالقينها لمدة أسبوع الحصيلة النهائية الدور تعود يوم الجمعة القادم مساء معناها ان نتوقع ان شاء الله ان شاء الله الدور تعود الاستجابة كبيرة. ماذا عن انتهز الفرصة ليتقدم إلى جميع الفاعلين الاقتصاديين وإلى الشركات وإلى رجال الأعمال وإلى التجار جميعا أعلنهم المواكبة وأعلنهم التبرع في هذه الحملة واللي نبقى نقول المساهمة في هذه المرحلة المفصلية اللي نبقى نأكد مولي أعلنوا لا كل حسب مستواه ما هم ضرورة على أن رجاج يعطي شيء ما عنده له قدرة كل هذاك اللي قاد يعطي يلا يعطيه لأنه هذه هبة وطنية يلا الحقيقة رجال الأعمال والقطاع الخاص جميعا يلا يواكبها ويلا مولي يثبت على أنه كيف دائما يثبت على أنه يلا اللي قد يعدل من شيء يعدله يسجل في حضوره. ماذا عن الجهود الأخرى للاتحاد؟ نختم بهذا السؤال، الجهود الأخرى الموازية للاتحاد في مواجهة هذا الوباء يعني مسارة الدولة في مكافحة هذا الوباء. شوف احنا بالنسبة للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين هون هذه فرصة مولي لأتقدم بجزيل الشكر والامتنان للحكومة وللجنة الوزارية برئاسة الوزير الأول المهندس إسماعيل والبدول الشيخ سيدية على الدور الكبير اللي قائمة به اللجنة الوزارية ونشكر مولي اللجان الفرعية اللي هي اللجنة المتخصصة في الأمن والصحة واللجنة المتخصصة في اللوجستيك واللجنة المتخصصة في اليقظة الاقتصادية واللجنة المتخصصة في الإعلام على الدور الكبير اللي قائمين به لأنه من اليوم اللي تقرر فيه على أنه غلق الحدود هذه اللجان قائمة بدور تسهر عليه ولجنة اليقظة الاقتصادية قائمة بدور كبير لأنها متابعة الأحداث العالمية الاقتصادية. وما يعني الإجراءات الموازية اللي يقوم بها الاتحاد؟ إجراءات الاتحاد عضو في لجنة اللوجستيك وعضو في لجنة اليقظة الاقتصادية ومتابع مع السادة الوزراء في اللجان متابع معهم الأمور كلها وفيه مجموعات منه هم اللي متابعين في الفنادق لارك المجموعات كاملة اللي قيد الحجز الصحي هذه مواكبها. ثانيا الاتحاد قائم بها رؤساء الاتحاديات كاملين عندهم اتصالات مع المصانع ومع الشركات ومع البنوك ويحسوهم بالطريقة اللي يلا يعدل والالتزام بنصائح وزارة الصحة.
شكرا جزيلا لكم السيد محمد زين العابدين والشيخ احمد رئيس الاتحاد الوطني لارباب العمل الموريتاني، كنت ضيفنا على بلاتو النشره الرئيسيه نشره الموريتانيه.